بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين لسه مع الافكار الخاصه بالموبايل ابلكيشن، ومن النقط المهمه جدا ان انت يحبذ ان انت ما تعملش موديل بيج جوه الموبايل ابلكيشن. تمام، فتعالوا نعدل الشاشه بتاعت اليوزر دي، او بلاش تعالوا نعمل شاشه تانيه، او تعالوا عشان ناخد الافكار اللي فيها. انا المفترض دلوقتي الشاشه بتاعتي دي المفترض ان هو بيروح لشاشه ايه، الشاشه 4 اللي هي شاشه الفورم، والشاشه دي كانت موديل، فانا مش هخليها موديل. فطب عشان اخليها مش موديل، اول حاجه هعمل ايه؟ اول حاجه هلغي البروسيس اللي هي كلوز دايلوج، ما عادش لها لازمه، وبدلها يبقى في برانش. خلاص، برانش هيروح فين؟ تعالى خليه يروح لصفحه 3 على طول. خلاص، اي ما يعمل ابديت ديليت اي حاجه يروح لصفحه 3. تمام، وتاني حاجه زرار الكنسل في الكلوز دايالوج او في الموديل دايالوج كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل اكشن ان هو بيعمل كلوز دايالوج او كنسل دايالوج، ما عادش يهمني. انا برضو هخليه هو بيروح لصفحه، وبيروح لصفحه كام؟ 3. اتفقنا؟ فبالتالي دلوقتي الشاشه بتاعتي هي موجوده الان، لسه هي موديل. تعالوا نغير التمبلت بتاعها ونخليها نورمال. بالتالي دلوقتي انا لو ضغطت كده شاشه نورمال عاديه، لو عملتها في الانسبكت المنت وخليتها اكنها موبايل برضو سهله. طبعا في حاجات اختفت بسبب التمبلت، هنظبطها دلوقتي. يبقى دي اول حاجه، اول حاجه ان الشاشه ما تبقاش موديل. بعد كده انا هروح اعمل اديت واشوف الزرار بتاعتي اللي بقت في بوزيشن غلط، اغير مكانها. ماشي، اخليها فين؟ في بوزيشن، وليكن نغير المكان بتاعها يا جماعه، نخليها هنا. طبعا في انفاليد اهي، في مكان غلط. ممكن نخليها في الفوتر او بفور فوتر، قبل الفوتر. تمام، ونخليها ايقونات كمان، يعني الكرييت ده لا اخليه ايقون بس، واخلي الايقونه بتاعته سيف، اختار دي، وبرده السيف اخليها سيف لان هما مش هيظهروا مع بعض. والديليت برضو اخليه ايكون، واختار له الرمز اللي هو التراش ده. والكنسل برضو اخليه ايقونه، واخليه اي حاجه بقى في عندي باك، وليكن ده. تمام، تعال نشوف الشاشه دلوقتي شكلها ازاي. هما تحت كده، ولكن في الموبايل هيبقوا واضحين اكتر. تمام، ممكن نطلع الريجون شويه، بدل ما هو بفور فوتر ممكن نخليه عادي في البادي بس تحت ده، فيظهر كده يا جماعه. تمام، شايفين الشكل ده؟ ممكن كمان احط في ايه بقى ريجون، اخليه مثلا في التايتل ولا حاجه براحتي. المهم ان الشكل ده منطقي قوي في الفورم. كنسل هيرجع لورا، و في التعديل خلاص موجود معاهم. ممكن نزود حاجة كمان، اليوزر ده زرار الكرييت بدل ما هو هنا في صفحة 3، نخلي زرار الكرييت ده. طبعا قلنا ده البريك رامب، مش هخليه بريك رامب خالص، انا اخليه اصلا او اعمل ريجون هنا، او الغي البريك رامب خالص واعمل ريجون تاني. ماشي، اخلي الريجون ده مثلا النوع بتاعه هيرو. ماشي يا جماعة، ممكن اخليه من غير ايقونة خالص، والزرار اللي هو بتاع كرييت ده اخليه في الريجون التاني اللي هو النيو، والاقي الشكل بالشكل ده. ماشي، ممكن كمان نظهر له الايقونه عشان يبقى شكلها دمها خفيف شويه، نخليه يظهر الايكون. ماشي، ونخلي الايكون بدل ما هي راوند دي نخليها سيركل، واديله هنا الايقونه بتاعتي بقى مثلا ماشيه مع فكره اليوزر. ابحث على اي حاجه فيها يوزر واختار ده مثلا. تمام، واخلي الزرار ده برضو عباره عن ايقونه بس، زياده عليه بقى هغير واخليه انه يظهر كانه لينك، واديله الكلاس بتاعي برضو بلس اي حاجه بتعمل اضافه. ماشي، او في يوزر بلس برضو، يبقى الاثنين مع بعض. تمام، تعال نشوف الشكل دلوقتي بقى عامل ازاي.
هنعمل انسبكت المنت بقى كده، وممكن كمان نخفي التايتل بتاعنا. ممكن نخفي التايتل بتاع الريجون بتاعنا ده، او نغيره ونخليه مثلا يوزرز. في الشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونغير بس مكان الزرار اللي هو بتاع الكرييت، بدل ما هو ظاهر هنا كده نخليه بوزيشن كويس. مهم قوي فكره البوزيشن يا جماعه، نخليه مثلا في النكست ونشوف شكله كويس كده جدا. فبالنسبه لي الشاشه كويسه قوي كده، يوزر وادي الزرار اللي بيروح للكرييت، وادي الريبورت بتاعي، ولو حبيت اروح للفورمه الفورمه بتاعتي برده مظبوطه، والزرار بتاعتي ايه مظبوطه. تمام يا جماعه كده، كده بقى احنا خدنا افكار كتيره جدا فيما يخص الموبايل ابلكيشن. طبعا في افكار كتيره، ولكن خلونا ايه واحده واحده كده، ناخد افكار مختلفه ونبقى نرجع لفكره الموبايل ابلكيشن ده تاني في فكره تانيه اكتر شويه. تمام كده يا جماعه، ان شاء الله نتقابل في دروس قادمه ان شاء الله. يبقى كده فكره مشروع الموبايل ابلكيشن كافكار مبدئيه انتهى. السلام عليكم.